pousse la voix de son voix. متابعي إذاعة من لا صوت لهم، أهلا بكم. للعام الثالث على التوالي، وزارة التربية الوطنية تخفض معدل النجاح في شهادة البكالوريا إلى 9.50/20، وجاء القرار خلال ندوة صحفية نشطها وزير التربية عبد الحكيم بالعابد قبيل إعلان النتائج الرسمية، مبررا الإبقاء على معدل النجاح مثل السنة الماضية بالظروف التي مرت بها هذه الدفعة خلال تداعيات كوفيد-19، ورغم ذلك انخفضت نسبة النجاح مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت 58.75% خلال دورة جوان 2022 حسب ما كشفه الوزير، مقابل 61.17 خلال دورة جوان 2021. وللحديث عن هذا الموضوع معنا النقابي ومختص في علم النفس التربوي سمير جنات. مرحبا أستاذ سمير جنات. أهلا سمير جنات، شكرا على إتاحة الفرصة. يسلمك. يعني كأستاذ كنقابي في التربية، يعني مقارنة فيما يخص نتائج نسبة نجاح في البكالوريا لهذا السنة بالسنة الماضية ل 2021، نسبة النجاح على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا انخفض من 61.17% إلى 58.75% في هذه الدورة. في رأيك ما سبب هذا التراجع؟ يعني بلغة الأرقام هو انخفاض طفيف، ولكن كل المراقبين والمتابعين للشأن التربوي لاحظوا بأن هذه السنة يعني كانت راح تكون الكارثة لولا تدخل وزارة التربية بقرارها بتخفيض المعدل إلى 59. يعني كل المؤشرات كانت تقول بأنها كانت سنة عادية، كانت الدراسة عادية، ما كانش مشاكل، كنا نشوف التلاميذ يحضروا الدروس عادي، متواجدين في المؤسسات إلا في نقدر نقول لك الشهرين أو الثلاث أشهر الأخيرة، وهذا شيء طبيعي خاصة المعيدين. ولكن فجأة بعد ظهور نتائج جعلنا نوصل قبل هذا، يعني كان وزير التربية أعلن عن تخفيض المعدل إلى 59، رغم أنه من قبل، يعني لو نعود إلى تصريحاته السابقة كان يقول ليس هناك أي تخفيض وهناك المعدل 10، يعني أقل من 10 لا يمكن أن يتحصل على شهادة البكالوريا. قلنا تفاجأ كل المتابعين للشأن التربوي بهذا القرار، ولكن نقدر نقول من زاوية أخرى نتفهم هذا القرار. لماذا نتفهم هذا القرار؟ نحن في ستينية الاستقلال أولا، يعني ظروف كما نقولوا أمر وطني، من غير المحبب باش يكون قرار مثلا عن نتائج البكالوريا تكون أقل من 50% في الستينية على سبيل المثال، هذا شيء يدرس من هذه الناحية. من ناحية أخرى يعتبر امتداد للفترة الاستثنائية التي يعني احنا نذكر أنها منذ سنتين أو تقريبا سنتين ونصف كان وباء كورونا بدأ يستفحل أو بدأ ينتشر في الوطن، لهذا يعني تبعات القرارات تاع مكافحة وباء كورونا كانت للأسف الشديد تبعاتها سلبية على أبنائنا التلاميذ. نقول لك كيفاش. أولا كنا نتخبط في القرارات، أولا كان بعض الانقطاعات، ثم انقطاع كبير حوالي أكثر من 7 أشهر انقطاع عن الدراسة، وهذا يعني أي متابع للشأن التربوي أقول وأي إنسان يعرف علم التربية أو علوم التربية يعرف بأن أي انقطاع يكون كبير من الصعب استدراكه. الأمر الثاني كانت قرارات كثيرة فيما يخص هذا الظرف المعين، أنا نحب يعني نسلط الضوء على هذا الظرف المعين اللي هو فترة كورونا. كانت عدة قرارات وجعلنا من تلامذتنا
وأبنائنا التلاميذ حقل التجارب للقرارات، ساعات توقيف، ساعات تفويج، ساعات الساعة فيها 45 دقيقة ويقرأوا حتى 5 ساعات أو 6 ساعات، والساعات لا لا الساعة فيها 60 دقيقة. والمهم تلامذتنا كانوا تحت طائلة، نقدر نقولوا أنه كانوا حقل تجارب تاع صح، وهذا أكيد راح يأثر عليهم سلبا في التحصيل الدراسي. وكنا دقينا ناقوس الخطر من قبل حول هذه القرارات اللي كانت متخبطة ومتناقضة. يعني بالحديث أنه يعني كتخفيض المعدل إلى 9.50، الكثير يعتبره يعني كفشل المنظومة التربوية من جانب التنظيمي، من جانب يعني من كل شيء، يعني من كل القرارات اللي تم أخذها يعني مؤخرا فيما يخص يعني الجائحة كورونا ولا غيرها. ويعني نعم وهذا يعني ما يشوفوهش كحل، انه يعني ماشي حتى لوين الواحد ينقص يعني كيهبط المعدل حتى 9.50. وكانت هناك يعني اشاعات وتم تكذيبها من قبل انه يعني كانوا رايحين يطلعوا المعدل الى 10.50. نعم من الصعب يعني القول بأن المعدل راح يكون 10.50، يعني لا كدي كانت هذه هضره ويعني اشاعه وتم تكذيبها، يعني لا الوزير احنا ما هضر فيها لازمش حتى. نسمعوا للإشاعات وهذه. أنا نقدر نقول لك القانون واضح، هو 10، المعدل 10 يعتبر ناجح. نعم. لأن لماذا؟ تحت 10 هو دون المستوى، من 10 يعني 10.00 فما فوق نبدأ الآن فترة نقدر نقول نسموها المستوى، الآن يكون نعم. التلميذ في المستوى. والجامعة احنا لازم ندولها طلبة ليكونوا وصلوا إلى معدل 10 فما فوق، هذا هو نعم. القانون. هذه القرارات الاستثنائية أقول بأنها قرارات استثنائية باش ما نكونوش قاسيين على وزارة التربية. نقدر نقول لك باللي نتفهمها نعم. صح، هي فاجأتنا، فاجأت كل المتابعين للشأن التربوي، نعم. ولكن نتفهمها. قلنا 60 الاستقلال، أتخيلي أنت يا أستاذة أن الإعلان حيكون مثلا 38% أو 42% أو 45%، كيفاش نعم. راح نكونوا أشد ضررا من الناحية التربوية، من الناحية النفسية، حتى راح نقول لك من الناحية حتى الاجتماعية. راح أكيد. نقولوا باللي علاش وزارة التربية راح نسموها كارثة، راح نسموها نكبة، راح نسموها نكسة إلى آخره. ولكن تداركت هذا النقص بتاع عدد الناجحين فيما يخص 10 فما فوق بأنها خفضت المعدل إلى 59. قلنا نتفهم هذا الأمر، خلاص الآن رانا في الأمر الواقع، نعم. ولكن عندنا مشكل حقيقي في هذا الأمر. إذا كانت فترة استثنائية وتم تخفيض المعدل إلى 59 فما فوق، لماذا لا يستفيد كل الأطوار بداية منها الابتدائي المتوسط الثانوي، كل نعم. تلاميذنا نقولوا بلفترة استثنائية وينتقلوا بمعدل 59 بدون استدراك بدون إلى آخره؟ يعني كما نعم شفنا حتى في الامتحانات تاع البوام، يعني هم لم يستفيدوا، يعني لم تكن لهم يعني كحالة استثنائية، وإن كان أكيد يعني التلاميذ قعدوا في المعدل تاع 10، معدل النجاح كان 10، 10. ولكن تداركتها بالقرار اللي هو قانوني كذلك، اللي هو لا 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 يشوفوا المعدل السنوي تاع المتمدرس اللي هو تاع السنة تاع الفصل الأول والثاني والثالث، وتكون عملية حسابية ويجمعوا له المعدل. وشفنا مئات أو نقدر نقول لك حتى آلاف اللي وصلوا إلى أنهم التحقوا بالثانوية، أنهم انتقلوا إلى الثانوية وكانوا ما خدوش، كانوا خدوا المعدل أقل من 10 في شهادة التعليم المتوسط. المهم قلت لك صارت لنا إشكالية، إذا كانت فترة استثنائية لازم تكون فترة استثنائية للكل ماشي أكيد فقط على البكالوريا. أكيد. المهم هذا القرار
تحتم أو كانت مرغمة عليه وزارة التربية بسبب ظروف، نقدر نقول أمور خارجة عن الأمور التربوية، ممكن هي أمر حتى نقدر نقول لك أمر آخر. تخيلي لو أعلننا على 42 أو 44 أو أقل بالمئة نسبة ستكون كارثية الناجحين، يعني. نعم شوفي وش راح يصير، راح يكون أكيد. عدد المعيدين، عدد المعيدين السنة المقبلة راح يكون عدد كبير، وبالتالي نساهم حتى في الاكتظاظ. احنا رانا الاكتظاظ في نعانيو الأقسام. من الاكتظاظ، أكيد. نعم رانا نعانيو من الاكتظاظ في الأقسام، اكتظاظ في المؤسسة التربوية. انا نشوف مازال ثانويات بأكثر من 1200 1400 تلميذ، نعم. رانا نشوف متوسطات يوصلوا حتى 800 تلميذ إلى آخره. شوف هذا حبيت نسلط الضوء على هذه القضية، أنه أمور غير تربوية تحكمت في هذا القرار. ولهذا يعني أنت قلتي لي أستاذة أنه المنظومة التربوية فشلها بحسب النتائج على البكالوريا. أنا نقدر أقول لك أن إعادة النظر في المنظومة التربوية أو إصلاح المنظومة التربوية راه نادى إليه العديد من الخبراء والمختصين والناشطين في الميدان، يعني منذ سنوات نعم. مازلنا ندرسوا مناهج نتاع سنوات بداية الألفية، يعني نتاع 2001 2002 2005 إلى آخره، نعم. رغم أن المناهج يعني عالميا تبدل أو يتم إصلاحها على الأقل كل 10 سنوات. يعني نعم. شوفوا الآن دكتور، آخر إصلاح مثلا كان في 2005 و2006، رأنا نعم. في 2022 أكثر من 10 سنوات وليست هناك إصلاح للمناهج كما ينبغي. نعم. كذلك من إصلاح المنظومة التربوية يعني الابتعاد عن الحشو في الدروس. يعني باش نشرح كلمة الحشو في الدروس، هو الكثافة في الدروس، التلميذ لا يحتاج الكثير من الدروس له يدرسها، هناك دروس أفضل وواقعية يحتاجها التلميذ في حياته اليومية وفي مستقبله. أنا كي ندرسه تلميذ هو في غير تخصص، تلميذ تاع الابتدائي او تاع المتوسط او الثانوي، وندرسه على طبقات الارض او ندرسه في امور اخرى، نعم. هذه من غير تخصص، معلومات لا تفيده على الاقل من الناحيه الدراسيه البيداغوجيه، يقدر تفيده من الناحيه الثقافيه او تفيده فعلا اذا كان متخصص. انا اذا كان متخصص ندرسوها الأعماق تاع المحيطات، وندرسوا حتى الفلك والكواكب وإلى آخره، ولكن احنا محتاجين على سبيل المثال ندرسوا أبنائنا كيفاش يقراوا مثلا محتويات تاع منتوج معين، علاه ما نلقاوهاش في المناهج المدرسية. رانا نشوفوا مثلا تلميذ ولا حتى طالب ولا حتى إنسان متخرج من دكتوراه لا يفرق ما بين الجبن ومثلا كما المنتوج الآخر اللي هو شبيه بالجبن، نعم أو الشوكولاتة والفيجيكاو نعم إلى آخره. يعني نعم عندنا أنا نخرجوا في منتوج من قطاع التربية أو حتى من قطاع التعليم العالي، نخرجوا بمنتوج يعرفوا فقط التخصص تاعهم وأكثر من هذا، ماشي ما يعيشينش الواقع صعيبة. أنا نشوف عنده دكتوراه ولا عنده ماستر ولا عنده حتى ليسونس إلى آخره، وما يقدرش يكتب طلب نعم خطي، يعني ما يقدرش يكتب في صك بريدي إلى آخره. أكيد. تفضلي. يعني بالكلام بالحديث عن هذا، يعني في رأيك هل يعني التلاميذ الذين سيدخلون الجامعة بمعدل 9.5 راح يقدروا يتابعوا الدروس يعني في المستوى يعني في الجامعة؟ هل ممكن يعني يقدروا يصيبوا أرواحهم في الجامعة؟ يعني بارك الله فيك، حطيتي يدك على مكمن الداء. كذلك لهنا احنا رانا دوكا
قلنا على الحشو في الدروس، كذلك احنا راح نديروا الحشو ونعمروا الجامعات بعدة طلبة، والمشكل هذا الطلبة هذا 59 أو حتى 10 ما عندهمش الخيارات، ما عندهمش نعم الاختيارات كما يجب في التخصصات لي شوا. نعم علاش؟ واش يدير؟ هو يقرأ 59 ويلقى أمامه خيارين، يعني مانيش حاب نكون قاسي على بعض التخصصات باش ما أكيد نذكرهمش حتى لا أتهم، راهم ولكن معروفين. هذه التخصصات غير مفيدة خاصة في سوق الشغل. يعني احنا رانا عندنا، شوف احنا عندنا في علم النفس نتكلموا كثيرا 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 على الرغبة، نعم اللي هي الرغبة تاع الطالب واش هو حاب يدرس، نعم ونتكلموا على القدرات اسكو قادر يقراها، ولكن عندنا مشكل أكثر منه من الرغبة والقدرات، هو مشكل هل ستنفعه تلك الشهادة في سوق التشغيل أو في سوق العمل صحيح أو في الواقع إلى آخره. نعم. نعم. يعني تحدثنا طويلا عن المتفوقين في البكالوريا، ويعني واش ممكن تقول لكل من لم ينجح يعني في اجتياز يعني امتحان البكالوريا، ويعني يمكن أنه يكون قد فقد الأمل يعني. يعني قبل ما نجاوبك اسمحي لي باش ما ياخدوش عليا نظرة انني راني قاسي على الطلبة اللي راحوا الجامعة. انا بالعكس نقول لهم مبروك عليكم ونتمنى أكيد لكم أكيد كل التوفيق والنجاح في الحياة الجامعية، اللي هو عالم آخر، اللي هو ماشي مثل قطاع التربية. راك دخلت في الجامعة، دخلت إلى مستوى التعليم العالي، لهذا تسمى وزارة التعليم العالي والبحث بحث العلمي. العلمي راح تولي باحث، راح ما تكونش عليك. احنا عندنا واحد الجزئية في علم النفس يعني نقولها كثيرا، علاش الطلبة يفرحوا كي يجيبوا شهادة البكالوريا؟ احنا عن بالنا فقط انه دخوله الى الجامعة، لا، احنا نقولها من الزاوية النفسية هو نوع من التحرر، يحس نفسه بدأ يتحرر من قيود مثلا معينة، على سبيل المثال مراقبة الأولياء ليه، قريت ما قريتش، شحال جبت التحصيل الدراسي، شحال كده، ويحس في نفسه كذلك أنه كبر، فوالا أنه ولا راشد. فوالا هذه حبيت نديرها ما بين قوسين نجاوبك على سؤالك. الناس اللي ما ربحتش، احنا نقول لهم أنتم لستم راسبين، أنتم لستم فاشلين، هو مجرد سقوط، والإنسان بعد السقوط يكون ينهض، وفي نهوضه حيكون أقوى وأكثر يقدر إمكانيات. كنا نشوف شحال من واحد في الواقع ولا حتى في التاريخ سقط، وكان كي وقف ونهض كان أكثر شراسة، كان نعم أكثر كفاءة، كان أكثر قوة. لهذا في الإعادة إفادة. لعلك لو كانت جبت الباك أو تحصلت على شهادة البكالوريا، ممكن تروح لتخصص أنت ماشي راغبه، وبالتالي تكون في صراع نفسي مع ذاتك. نعم خلي الحمد لله كما نقولوا احنا الأمر وقع هكذا. الآن نقدر نقولها بالدارجة، وقع الفأس فوق الرأس. الآن نعم بقى وش لازم لك؟ لازم لك تعيد حساباتك، وتوجد نفسك للسنة المقبلة، ونقدر نقول لك باللي اكتسبت تجربة وخبرة في أكيد شهادة البكالوريا، وراح تنفعك كثيرا كثيرا. لأنك علاش؟ راح تولي تعرف الإجابة، راح تولي تعرف الإجابة الفعالة كيفاش، وتدارك أخطائك، خاصة أكيد تدارك أخطائك في الإجابة، وتدارك أخطائك كيفاش ما راجعتش مليح، أو كيفاش ما عرفتش الدروس اللي هما دائما. أنا نقدر نقول بلي كل طلبة البكالوريا هناك أمهات دروس هما اللي دائما يكونوا في المواضيع تاع البكالوريا. على سبيل المثال، مد مثال في التاريخ، دائما انا نقول لهم باللي حتكون على الثوره، تكون اسئله خاصه على الفتره ما بين 1954 حتى 1962. علاش انت يا تروح تراجع امور ابعد من هذا؟
يعني تكون لازم افيكاس، يعني فعال، الإجابة تاعك تكون فعالة، المراجعة تاعك تكون فعالة، وهذيك خديتها تجربة هذه المرة، ما تحصلش على شهادة البكالوريا، ولكن على بالنا بلي خلاص خديت خبرة، خديت تجربة، نعم وراح تنجح بإذن الله في السنة المقبلة، وفي كل إعادة إفادة. وأنا دائما نمد المثال تاع السهم، نعم السهم كل ما يرجع إلى الوراء كل ما ينطلق بقوة. لهذا أخي وتلميذي وابني، إذا ما جبتش أنت البكالوريا هذا العام ليست نهاية العالم، بالعكس ستنطلق بقوة وستنجح، وربما حتكون تنجح بمعدل أفضل إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله أيضا السنة الماجية يكون هناك نسبة نجاح أعلى من هاد السنة، وإن شاء الله يعني كل ما قدرش يعني ما تحصلش عليه هاد السنة، العام الجاي يكون من أهل يعني إن متأهلين شاء الله، إن للجامعة إن شاء شاء الله. الله. رغم أن هذا نقدر، إذا كان إذا سمح الوقت نقدر نقول أننا ما لازمش نتمناه فقط، هناك أكيد لازم أسباب العمل. لازم نقدموها. بارك الله فيكم. شوف العالم تاعنا اللي أنا عايشينه، لازم هناك سنن. إحنا الإنسان كي يبرد يلبس، يتغطى، يبني مسكن باش يبتعد عن البرودة. وكيفاش نعم نتايا السنن تاع النجاح، وسنن تاع التحصيل الدراسي، وسنن، كاين سنن وقواعد. احنا لو كان ما نتاخدوش الاسباب لانجاح السنه الدراسيه، ما تنجحناش السنه الدراسيه، أكيد والضحيه راح يكون دائما ابنائنا. لهذا من اجل مصلحه ابنائنا لازم النهوض بالقطاع التربوي واصلاح المنظومه التربويه، على الاقل على الاقل اصلاح ما يجب اصلاحه في هذه الفتره. إن شاء الله، إن شاء الله نقعد متفائلين. أستاذ شكرا إن شاء على الله. استجابتك لكل الأسئلة اللي طرحتهم لك، العفو. وشكرا لكل المعلومات أيضا اللي قدمتهم لنا، ويعني حتى يعني النصيحة اللي قدمتها لكل التلاميذ اللي ما نجحوش لهذه السنة خاصة، يعني يكثر الحديث عن الطلبة الناجحين، ودائما نساو الطلبة اللي ما نقولوش الراسبين اللي فاتتهم كما يقولوا الذين لم لوكازيون. يتحصلوا. فوالا شوف احنا باللغة العامية الدارجة رانا نقول واحد الكلمة رائعة، احنا ما نسموه لا راسب لا فاشل لا إلى لا هم يحزنون، نسموه فقط جاب الباك ما جابش الباك. ما كيف كيف جابوش. فوالا استعملوا هذه اللغة بلغتنا التربوية، سواء بالفرنسية بالإنجليزية بالعربية، نقولوا لم تحصل على يتحصل. شهادة على البكالوريا أو لم يتحصل. يتحصل. يعطيك الصحة أستاذ جنات، العفو أستاذ، شكرا. شكرا جزيلا. صح. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام. La voix des sans voix.